نشاطية. سلام أكسل. سوف نأخذ مبادئ أولية ومعلومات أولية عن الملكية الشائعة. عن الملكية الشائعة بطبيعة الحال هي مفصلة عندكم، وسوف نقف بالتفصيل عند حق الشفعة. عند حق الشفعة الذي يرتبط بالملكية المشتركة. إذن عندنا مبادئ عامة تتعلق بالملكية الشائعة، وسوف نقف بتمعن عند الحديث عن حق الشفعة بطبيعة. فكما هو معلوم، حق الملكية مبدئيا ويكون حقا فرديا. إذا المبدأ العام أن الملكية العقارية هي ملكية فردية، هي ملكية فردية بحيث أن شخص واحد يتملك عقار أو منقول ملكية فردية، وله سلطة بطبيعة الحال شبه مطلقة على شيء. ولكن على سبيل الاستثناء هذه الملكية قد تكون ملكية شائعة، قد تكون ملكية مشتركة. ملكية مشتركة. الشيوع في الملك يأتي أو هو على نوعين. الملكية الشائعة على نوعين، هنا الملكية المشتركة على نوعين. إذا قلت بأن الأصل هو أن يتملك فرد عقار أو منقول ملكية فردية، ولكن على وجه الاستثناء قد يتملك شخصان أو أكثر شيء واحد ملكية مشتركة. الملكية المشتركة لها نوعان، هناك ملكية شائعة وهناك ملكية مشتركة بالشقاق. إذا الملكية الشائعة لها وجهان كما قلت، أولا الملكية الشائعة، ثانيا الملكية المشتركة بالشقاق. الملكية الشائعة تقضي بأن كل شريك بطبيعة الحال، كل شريك يملك حصة في الملك. هذه الحصة تكون غير مفرزة وغير قابلة للتموضع. إذن فالملكية تكون بحصص معينة، كل شخص يملك حصة معينة. هذه الحصة مثلا كالثلث أو الربع أو النصف، لكن هذه الحصة تكون غير قابلة للتموضع، غير مفرزة، غير مفرزة. من ذلك مثلا كأن يشترك مثلا ثلاثة أشخاص في ملكية قطعة أرض، كل واحد يملك الثلث الشائع. الثلث الشائع أي حصة شائعة يملك الثلث في كل ملك. أو أن يشترك شخصان في ملكية دار معينة، ملكية شائعة بحيث أن كل شخص مثلا، الشخص مثلا يملك نصف العقار، ولكن هذا النصف بطبيعة الحال يكون غير مقسوم، غير مفروز، وغير قابل بطبيعة الحال للتموضع بطبيعة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو الملكية المشتركة بالشقاق. إذن فهو وجه حديث من تملك الأموال العقارية بموجبه تكون عمارة واحدة مقسمة إلى عدة شقاق بطبيعة الحال. كل مالك يملك ملكية مفرزة فردية شقته، ولكن في نفس الوقت بطبيعة الحال يملك حصة شائعة في الأرض بطبيعة الحال، في الأرض التي أقيمت عليها العمارة، وفي الأجزاء القابلة للاستعمال المشترك مثل كالسطح وكالحديقة الملحقة وكالصاعد إلى غير ذلك من الأجزاء القابلة للاستعمال المشترك بطبيعة الحال. ما هو مصدر الشيوع؟ ما هو مصدر الشيوع؟ بطبيعة الحال الملكية الشائعة لها مصدران، إما إرادة الإنسان أو القانون. إذن فالملكية الشائعة بطبيعة الحال لها مصدران، يمكن أن تأتي من أحد المصدرين.
المصدر الأول هو إرادة الإنسان، إرادة الإنسان أي الإرادة الحرة. إذن فليس هناك مانع يمنع مثلا شخصان أن يشتريا ضيعة فلاحية بنسبة نصف لكل واحد منهما، ليس هناك مثلا مانع يمنع شخصان أن يشتريا دار معينة باعتبارها ملكية شائعة، كل واحد يملك النصف بطبيعة الشائع أي الغير المفرز والغير القابل بطبيعة الحال للتموضع. إذن إرادة الإنسان بطبيعة الحال، إرادة الأشخاص هي المصدر الأساسي، المدخل إذا شئتم الأساسي للملكية الشائعة. الملكية الشائعة قد تأتي بنص القانون، إذن قد يكون مصدرها القانون. من ذلك مثلا حالة الإرث، عندما يتوفى مثلا شخص، عندما يموت بطبيعة الشخص، إذن فتركته بطبيعة الحال تنتقل إلى ورثته وتكون في البداية ملكية شائعة، تكون في البداية ملكية شائعة بين ورثته إلى أن يصار إلى أن يقوم الورثة بالإجراءات الشرعية المتطلبة لقسمة التركة. من ذلك مثلا إعداد عدة الإراثة وإعداد زمام التركة بطبيعة الحال، وعندئذ بعد إذن بطبيعة الحال يصار إلى تصفية التركة بحسب الأنصبة الشرعية. إذن ففي البداية بطبيعة الحال تركة المتوفى تؤول إلى ورثته وتكون مؤقتا ملكية شائعة إلى أن يصار إلى قسمتها مع تطبيق القواعد الشرعية. هناك مدخل آخر لملكية الشائعة هو الحيازة، الحيازة القانونية. نحن نعلم أن الحيازة لا تكون مصدر من مصادر تملك العقار المحفظ، إذن فالحيازة لا تلعب ليس لها أي دور بطبيعة الحال في انتقال ملكية العقارات المحفظة. نحن نعلم أن التقادم المكسب ولا المسقط ليس له أي دور في اكتساب ملكية عقار محفظ ولا في إسقاط ملكية عقار غير محفظ. لماذا؟ لأن الملكية ستموت لمن يوجد اسمه مقيد في رسم عقاري. هناك قرينة قانونية قاطعة تقضي بأن مالك العقار هو الشخص الذي يوجد اسمه في رسم عقاري، ولو لم ينتفع ولو لم يحز وجاء شخص آخر وحاز حيازة قانونية. إذن الحيازة لا تعتبر سبباً من أسباب تملك العقارات المحفظة. بخلاف ذلك الحيازة تلعب دور أساسي باعتبارها مصدر من مصادر تملك العقارات غير المحفظة، أي العقارات الملك، أي العقارات التي ليس لها رسم عقاري وتتداول غالباً بموجب رسوم عدلية أو وثائق أو عقود بطبيعتها العرفية. إذن فهنا نقول بأن الحيازة تلعب دور أساسي باعتبارها مصدر من مصادر تملك العقارات غير المحفظة، ولكن الحيازة لها شروط معينة، لها شروط قانونية. إذن يجب أن تكون الحيازة بنية تملك، إذن فالحائز يستغل كأنه المالك. يجب أن تكون الحيازة حيازة مستمرة غير منقطعة، إذن فالحائز يبسط يده على العقار بهدف تملكه. يجب أن تكون الحيازة حيازة غير ملتبسة، أي أن مدخلها وهدفه هو التملك وليس هدف آخر. فمثلا إذا كان مثلا الحائز يحوز كمكتري أو كمرتهن عنده، إذن فهذه الحيازة لا تعتبر سببا من أسباب تملك الأموال العقارية. كذلك الحيازة التي يعتد بها يجب أن تستمر المدة القانونية. مدة الحيازة القانونية هي 10 سنوات، 10 سنوات بطبيعة الحال إذا كانت بين أجانب. إذا مثلا كان من يدعي الملكية والحائز أجانب، إذن فالحيازة القانونية التي تؤدي إلى ملكية العقار المحفظ يجب أن تستمر على الأقل 10 سنوات مستمرة غير ملتبسة منقطعة. إذن فهنا تصوروا معي لو أن عدة أشخاص حازوا عقاراً غير محفظ حيازة قانونية، حيازة متوفرة على شروطها القانونية، ومرت مدة تقادم، إذن فهذا العقار يصبح ملكاً شائعاً فيما بينهم. إذن فالحيازة كما قلت يمكن أن تكون أحد أسباب إنشاء الملكية الشائعة. فلو أن عدة أشخاص كما قلت مثلاً بسطوا يدهم على عقار غير محفظ، حازوه حيازة مستمرة، حيازة علنية أمام الملأ وليس ملتبسة وليس مختفية، حيازة واضحة ومرت مدة تقادم، إذن فهذا العقار يصبح ملكا شائعا بطبيعة الحال.
فيما بينهم. بطبيعة الحال الملكية الشائعة ترتب حقوق والتزامات، إذن لن أقف عندها طويلاً. إذن فكل الملاك المشتاعين بطبيعة الحال لهم حقوق وعليهم التزامات بطبيعة. فبالنسبة باختصار بالنسبة لحقوق كل مالك مشتاع بطبيعة الحال، فمن حقه أن يستعمل الشيء المشاع مثلا عقار أو منقول استعمالا بحسب طبيعته، استعمالا لا يتعارض مع طبيعته، واستعمالا ليس من شأنه أن يعطل أو أن يعرقل حقوق باقي الملاك المشتاعين في الانتفاع بنفس العقار. إذن كل مالك على الشيوع بطبيعة الحال له كما قلت حق في أن يستعمل الشيء الشائع بشرط أن يستعمله وفق الغرض الذي أعد له. إذا مثلا كان أرض يزرعها، إذا مثلا كان حمام يستغله بطبيعة لهذا الغرض، إذا كان سيارة شائعة يستعمله الجوا، هكذا بحسب غرضها. ولكن شريطة أن لا يعرقل وأن لا يعطل باقي حقوق باقي الملاك في الانتفاع بنفس الشيء. كذلك لا يجوز لأي واحد من الملاك المشتاعين أن يجري أي تجديد في الشيء المشاع. إذن فليس من حق أحد المشتاعين أن يقوم بتجديدات، مثلا كأن يكون الشيء الشائع عبارة عن أرض، إذن فنقول أنه ليس له حق في أن يجددها، أي أن يبنيها وأن يضيف إليها طابق أو طابقين وهكذا. إذن فليس من حق أحد الملاك المشتاعين أن يدخل أي تجديدات على شيء شائع بطبيعة. وإذا فعل فلا يخلو الأمر من إحدى فرضيتين. الفرضية الأولى إذا كان الشيء قابل للقسمة، هذا الشيء بطبيعة قابل للقسمة، إذن فإذا فتجري بطبيعة قسمته. إذا خرج إذن الله يخليك. إذن فإذا الله يخليك. إذن فإذا الله يخليك. إذا قام أحد الملاك المشتاعين بإجراء تجديدات على شيء بطبيعة الحال، إذن فهنا لا يخلو الأمر من إحدى فرضيتين. الفرضية الأولى أن يكون الشيء قابل للقسمة، إذا مثلا كان الشيء قابل للقسمة، إذن فإذا آل الجزء الذي وقع فيه تجديد إلى من أقامه لا إشكال. إذن فإذا خرج الجزء الذي جرى فيه تجديد إذا آل إلى من قام بالتجديدات ليس هناك أي إشكال. إذا عاد هذا الجزء الذي جرى فيه التجديد وأصبح من ملكية شريك آخر، إذن هذا الشريك بطبيعة الحال له الحق أن يختار بين أمرين، إما أن يدفع قيمة التجديدات أو أن يلزم من أجراها بإزالتها على نفقته. إذن فإذا آل جزء الذي جرى فيه التجديد وعاد لشريك آخر، إذن فهذا الشريك من حقه أن يختار بين أمرين، إما أن يدفع قيمة تجديدات القيمة التي تساويها تلك التجديدات، أو أن يطلب من أجراها بإزالتها على نفقته بطبيعة. إذا كان الشيء المشاع لا يقبل القسمة، من ذلك مثلا الحمام أو مثلا سيارة معينة أو ما شابه لا يقبل القسمة بطبيعة الحال، إذن فهنا يمكن لمجموع الملاك المشتركين بطبيعة الحال أن يطلبوا من المالك الذي باشر التجديد يرجع الواقع إلى حاله، يرجع الحالة إلى وضعيته الأصلية مع التعويض عن الدار عند الاقتضاء بطبيعة. في بعض الحالات يكون الشيء المشاع غير قابل للقسمة، لا يقبل القسمة، من ذلك مثلا حمام أو مثلا سيارة معينة أو ما شابه ذلك. إذا كان الشيء الشائع لا يقبل القسمة، إذن فهنا بطبيعة الحال يتم توزيع غلته، إذن فهنا يتم إكراؤه بطبيعة الحال، إكراؤه، والمقابل مقابل الكراء يوزع على الشركاء كل بحسب حصته بطبيعة الحال.
في الملكية الشائعة فيما بينهم. كذلك يمكن استغلال الشيء المشاع عن طريق التناوب في الانتفاع به. إذن فإذا مثلا كان الشيء الشائع مثلا عبارة عن أرض معينة، قطعة أرض معينة، ضيعة معينة، إذن فيمكن استغلاله من قبل الملاك عن طريق التناوب على استغلاله. مثلا كل مالك يستغل سنة معينة، فيأتي المالك الآخر ويستغل سنة أخرى، وهكذا وهكذا بطبيعة الحال بحسب توالي الزمن. أو يمكن قسمته قسمة مهيئة مكانية، قسمة مهيئة مكانية بحيث تحدد إذن في الملكية تبقى مشتركة، ولكن يتم اقتسام الانتفاع بالأماكن. إذن فيحدد مكان معين لكل شريك يستغله بطبيعة الحال استغلالا فرديا. لذلك مثلا كأن يكون مثلا ثلاثة أشخاص يملكون ضيعة فلاحية بطبيعة الحال، إذن فالملكية تبقى مشتركة، لكن يمكن أن يقتسموا هذا العقار ثلاثة أجزاء، وكل شريك يستغل بطبيعة الحال المحل المعد له، وهكذا تبقى ملكية مشتركة، ويتم يصار إلى اقتسام ذلك العقار من حيث استغلاله بطبيعة. كذلك نحن نعلم أن نفقات إدارة العقار المشترك الملكية، نفقات إدارة العقار المشترك الملكية تبقى على عاتق كل ملاك. إذن فكل مالك مشترك عليه أن يتحمل نصيبا من التكاليف أو تكاليف الإدارة وتكاليف الصيانة يتناسب مع أهمية حصته في العقار. إذن فلا شك أن العقار المشترك الشائع الملكي بطبيعة الحال لا بد له من نفقات للصيانة وللإدارة. بطبيعة الحال هذه النفقات توزع على الملاك، كل واحد يتحمل حصة في التكاليف تتناسب مع حصته في ملكية ذلك العقار. بالنسبة لطريقة الإدارة، ففي بعض الحالات بطبيعة الحال قد يختلف الشركاء حول طريقة الإدارة، إذن فهنا تطبق قاعدة الأغلبية. من ذلك مثلا الإدارة، هل يستغل الملاك مثلا إذا مثلا كان أرض فلاحية، هل يستغل الملاك ويحرثوه لمصلحتهم أم يكروه إلى غير ذلك؟ إذا مثلا كان عبارة مثلا عن سيارة، هل يستعملها لمصلحتهم الشخصية أم يكروها إلى غير ذلك؟ إذن فهذه الإدارة بطبيعة الحال طريقة التدبير وإدارة الشيء الشائع. إذن فهنا المشاع ينص على أن قرار الأغلبية يلزم الأقلية. إذن فهنا الأغلبية بطبيعة الحال الأغلبية العددية المالكة لثلاثة أرباع العقار. إذن قرار أغلبية الملاك المشتركين يلزم الأقلية بشرط أن تكون هذه الأغلبية أغلبية عددية وأغلبية من حيث الملكية، بمعنى أن الأغلبية التي تلزم الأقلية يجب أن تكون أكثر من نصف عدد الملاك المشتركين المالكين لثلاثة أرباع، على الأقل ثلاثة أرباع الحصص في ذلك شيء شائع. إذن فنحن أمام أغلبيتين، أغلبية عددية وأغلبية من حيث المال. إذن الأغلبية المعتمدة والتي تلزم الأقلية هي أكثر من نصف عدد الملاك المشتركين الذين يملكون ثلاثة أرباع هذا المال الشائع. إذا لم يقع اتفاق، إذا لم نصل إلى هذا النصاب، إذن يمكن هنا لكل طرف يهمه الأمر يمكنه أن يطرق باب القضاء. إذن فإذا لم يصل الملاك لهذا العدد، إذا لم تتوفر هذه الأغلبية، إذن فهنا يمكن لكل من يهمه المصلحة يمكنه أن يطرح الأمر على المحكمة بطبيعة الحال، والمحكمة لها الصلاحية أن تعين طريقة إدارة هذا المال الشائع، ويمكنها عند الاقتضاء أن تعين مديرا بطبيعة الحال، قيم قضائي مدير بطبيعة الإدارة هذا المال بطبيعة. هناك قرارات لا تقتضي إجماع، بمعنى آخر أن هناك قرارات لا تكفي فيها الأغلبية، هناك قرارات تقتضي الإجماع وهي القرارات التصرفية. من ذلك مثلا إنشاء التزامات جديدة على العقار،
كأن يكون الشيء الشائع عبارة على العقار، الشيء الشائع عبارة على العقار، فيتقرر تكليفه بحق ارتفاق لمصلحة عقار آخر. الارتفاق كما سنرى هو تكليف مقرر على العقار لمصلحة ولخدمة عقار آخر. إذن فهنا لا يمكن للأغلبية التي أشرت إليها أن تقرر إنشاء التزامات جديدة، تكاليف جديدة بطبيعة الحال، كإنشاء ارتفاقات لفائدة الغير. بمعنى آخر أن هذا القرار يقتضي توفر إجماع الملاك المشتركين. كذلك هناك حق أساسي يثبت لمجموع الملاك المشاركين، هو حق الشفعة. إذن فإذا باع أحد الملاك على الشيوع، إذا باع حصته لأجنبي بطبيعة الحال لشخص أجنبي، من حق كل الملاك المشتركين من حقهم أن يستعملوا حق الشفعة، أي أن يستردوا العقار أو الحصة التي آلت إلى الغير مقابل دفع الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الأخرى التي أنفقها المشتري في الفترة الممتدة بين تاريخ الشراء وتاريخ استعمال حق الشفعة. هذا الحق سوف نرجع الحديث عنه إلى وقت لاحق ونفصله بتدقيق بطبيعة. الآن نأخذ معلومات عامة بطبيعة. هناك كذلك في مقابل الحقوق التي تثبت لكل واحد من الملاك المشتركين، هناك واجبات تقع على كل واحد منهم. بمعنى آخر أن حالة الشياع تعطي حقوق لكل مالك مشترك كما أشرنا إلى ذلك، ولكن تحمله بالتزامات. الالتزام الأول هو المحافظة على الشيء، المحافظة على الشيء بطبيعة الحال واستعماله استعمال مناسب دون إفراط بطبيعة الحال، واستعماله وفق الغرض المعد له بطبيعة الحال، وعدم المساس بحقوق باقي الملاك في استعمال نفس العقار. إذن يلتزم كل شريك على الشيوع كما قلت أن يستعمل الشيء وفق إعداده الطبيعي، وأن لا يعرقل حق باقي الملاك في الاستفادة وفي الانتفاع من ذلك الشيء بطبيعة. ثانياً الالتزام الثاني بطبيعة الحال هو المساهمة كما قلت في النفقات المتطلبة بطبيعة الحال لإدارة ولصيانة هذا شيء شائع بطبيعة. ننتقل الآن إلى الحديث عن انقضاء الشيوع، فطبقاً للقواعد العامة الملكية الشائعة تنقضي بثلاثة أمور. الملكية الشائعة تنقضي بثلاثة أسباب. السبب الأول هو هلاك شيء شائع، هلاك شيء شائع. إذن فالملكية الشائعة تنتهي بهلاك شيء شائع، لكن هنا يشترط أن يكون الهلاك هلاك كلي. إذن فإذا كان الهلاك هلاكا جزئي، بعض الأشياء الشائعة هلكت والبعض الآخر لا زالت موجودة، إذن فهنا حالة الشيوع بطبيعتها تختزل وتصبح منحصرة في الأشياء التي لا زالت باقية. إذن فنقول الشيوع ينتهي بانقضاء بهلاك الشيء، ونعني به الهلاك الكلي. مثلاً أعطي مثال، إذا كان موضوع الشيوع حق سطحية. حق سطحية كما نعلم هو الحق المتعلق بتملك بنايات أو منشآت أو أغراس فوق ملك الغير. حق السطحية هذا حق عيني أصلي قائم بذاتي. إذن فهنا هذا الحق يمكن أن يكون مملوك ملكية فردية أو ملكية شائعة. نتصور الآن أن حق السطحية كان مملوك على الشيوع، إذن فنقول بأن الملكية الشائعة تنتهي إذا هلكت كل البنايات أو المنشآت أو الأغراس موضوع الملكية الشائعة. إذن فإذا كان الهلاك هلاك جزئي، إذن فهنا الملكية الشائعة تتقلص وتبقى مستمرة في الأشياء التي لا زالت موجودة بطبيعة. الملكية الشائعة تنتهي بطبيعة الحال ببيع الملاكين حصصهم لأحد الملاك. إذن فالملكية الشائعة كذلك تنتهي إذا استطاع أحد الملاك على الشيوع أن يجمع كل حصص. فمثلا أحد الملاك المشتركين تمكن من أن يشتري كل حصص
مثلا دار مثلا كانت مملوكه لثلاث اشخاص، استطاع احد المالكين ان يشتري ثلثين العائدين لغيره. اذن فهنا تستبدل الملكيه المشتركه بالملكيه الفرديه. هنا نقول كذلك بان باقي العقود مثلا باقي عقود تفويتات تصلح لهذا الاساس، فقد يتعلق الامر مثلا بعقد بيعين، قد يتعلق الامر بعقد هبه. مثلا احد الملاك المشتركين بطبيعه الحال استفاد من هبه بطبيعه الحال صادره لمصلحته من باقي الملاك على الشيوع. اذن فهنا تستبدل الملكيه الشائعه بالملكيه الفرديه، بمعنى اخر ان الشيوع ينتهي بطبيعه الحال بتفويت الحصص لاحد الملاك المشتركين او لاجنبي. يستوي ان يكون هذا التفويت بمقابل، وهنا نتحدث عن البيع او المقايضه، او يكون بالمجان، وهنا نتحدث عن الهبه بطبيعه الملكيه الشائعه بطبيعه الحال تنتهي كذلك بالقسمه، اذا فالقسمه تعتبر احد اهم الاسباب التي تؤدي الى ازاله الشيوع. ننطلق من المبدا العام. المبدا العام ان الشيوع حاله طارئه، هذه قاعده فقهيه معروفه، الشيوع حاله طارئه، الاستثناء. اذا فالاستثناء هو الشيوع، الاصل هو الملكيه الفرديه. اذا فما دام الشيوع حاله طارئه الا وانه مرحله مؤقته لا تلبث ان تزول بطبيعه الحال بالقسمه، بمعنى اخر انه ليس هناك مانع يمنع احد الشركاء على الشيوع ان يطلب في اي وقت كان ان يطلب القسمه وافراز الحصص عن طريق المحكمه. وهنا يتعلق الامر بدعوى في الموضوع. اذا فمن حق كل مالك على الشيوع كما قلت ان يطلب من المحكمه في اطار دعوى عاديه ان يطلب قسمه الملك الشائع وافراز الحصص وانهاء حال الشيوع واستبداله بطبيعه الحال بالملكيه الفرديه بطبيعه هنا ليس هناك مانع يمنع الشركاء المالكين الشيوع ان يتفقوا على ان يبقى الشيوع مده مؤقته. اذا ليس هناك مانع كما قلت يمنع الملاك على الشيوع ان يبرموا اتفاق فيما بينهم يقضي بان الملكيه الشائعه تستمر مده معينه، هذا الاتفاق ملزم، لكن مع ذلك يمكن حرقه عند الضروره. إذن فإذا كان إذا وجد سبب شرعي بطبيعة الحال، إذن فيمكن خرق هذا الشرط بطبيعة الحال، وإعطاء الحق لكل واحد من المشتاعين في أن يطلب القسمة. بمعنى آخر أنه رغم وجود شرط الإبقاء على الشيوع مدة مؤقتة، فرغم ذلك ليس هناك مانع يمنع أحد الشركاء من المطالبة بالقسمة إذا وجد سبب شرعي يبرر ذلك بطبيعة. القسمة لها أنواع متعددة. القسمة قد تكون أولاً قسمة رضائية أو قسمة قضائية. إذن فالقسمة بطبيعة الحال تنقسم تقسيمات متعددة، من بينها أولاً القسمة الرضائية والقسمة القضائية. القسمة الرضائية تجري باتفاق الملاك، ليس هناك مانع يمنع الملاك المشتاعين في ان يجروا القسمه فيما بينهم، وتسمى هنا القسمه الرضائيه، بمعنى ان القسمه الرضائيه يتفق عليها سواء من حيث شكلياتها او من حيث اعداد الحصص. اذا كان الشركاء بطبيعه الحال كاملوا الاهليه بطبيعه الحال، ليس هناك مانع يمنعهم من ابرام اتفاق على القسمه بطبيعه الحال وتسويه النزاع بالتراضي واجراء القسمه الرضائيه. ولكن اثبات القسمه يجب ان يكون بعقد مكتوب، بمعنى ان القسمه في الاصل هي عقد رضائي، ولكن اثباتها لدى المحكمه لا بد ان يكون بعقد مكتوب، اما عقد عرفي او عقد رسمي بطبيعته. القسمه قد تكون القسمه قضائيه عن طريق المحكمه، اذا فاحد الملاك على الشيوع يرفع دعوى قضائيه في الموضوع، كما قلت دعوى في الموضوع للمحكمه الابتدائيه التي يوجد العقار في دائره نفوذها، ويطلب من المحكمه اجراء القسمه بطبيعه. غالبا هنا المساله مساله تقنيه، مساله فنيه،
غالبا المحكمة بطبيعة الحال تعين خبير قضائي بطبيعة الحال يتنقل إلى أي مكان بهدف إعداد الحصص بطبيعة الحال وبهدف مباشرة عملية قسمة ذلك العقد. ما هي حالات القسمة القضائية؟ القسمة القضائية يصار إليها في الأحوال الآتية: الحالة الأولى إذا تعذر اتفاق الملاك على القسمة الرضائية، إذا تعذر اتفاق الملاك فيما بينهم على إجراء القسمة الرضائية، إذا عارض أحد الملاك في إجراء القسمة الرضائية، إذا ليس هناك مانع يمنع أحد الشركاء من المطالبة بإجراء القسمة القضائية. إذن فإذا اختلف الملاك فيما بينهم بخصوص مبدأ القسمة، مثلا أحد الملاك كان يرغب في إبقاء ملك الشائعة والآخر يرغب في إجراء القسمة، أو اختلف الشركاء في الشكليات، مثلا أحدهم يقول بأن القسمة يمكن مباشرتها بصورة فردية بين الملاك والآخر يعتقد أن الأمر فني يتطلب إجراء القسمة بمعرفة خبير قضائي أو هكذا، إذن فهنا إذا اختلف الشركاء كذلك في شكليات إجراء القسمة، إذن فالحل هو اعتماد القسمة القضائية. الحالة الثانية إذا كان من بين الشركاء شخص قاصر أو ناقص الأهلية، إذا كان من بين الشركاء شخص لا تتوفر له أهلية تصرف تثبت للشخص الذي بلغ سن رشد أي 18 سنة شمسية كاملة، غير مجنون ولا سفيه ولا معتوه ومحجر عليه طريقة قانونية. إذن فإذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو من عدم الأهلية، إذن فهنا المشرع حماية لطائفة القصر، حماية لطائفة منعدم الأهلية أو ناقص الأهلية، نص على أن الضمانة لحماية حقوقهم هي اعتماد القسمة القضائية بهدف تجنب الإضرار بمصالحهم. الحالة الثالثة إذا كان من بين أحد الشركاء شخص غائب أو مفقود. الغائب فقها هو من غاب، هو الذي الشخص الذي غاب عن موطنه، يعلم مكان وجوده لكن لا يعلم هل هو حي يرزق أو توفي، أو يحوم الشك حول مكان تواجده. إذا مفهوم غائب بطبيعة الحال هو مفهوم فقهي بطبيعة الحال. إذا الغائب هو من غاب عن موطنه، له محل معروف خارج المغرب ولكن لا يعرف هل توفي أم لا زال على قيد الحياة، أو كذلك غاب عن موطنه بطبيعة الحال ولكن لا يعرف موطن له خارج المغرب. إذن فهذا هو الغائب. إذن فإذا كان من بين الشركاء شخص غائب وطلب أحد الشركاء الآخر القسمة، إذن فهنا الحل هو إجراء القسمة القضائية. إذن فهنا الغائب يمثله القيم القضائي، إذن فهنا المحكمة تعين له عند اقتضاء قيما قضائيا يتولى بطبيعة الحال الدفاع عن مصالحه في دعوى القسمة. القسمة قد تكون قسمة عينية أو قسمة تصفية، كذلك القسمة تقسم إلى قسمة عينية أو قسمة تصفية. القسمة العينية هي التي تؤدي إلى قسمة الشيء، إلى قسمة الشيء الشائع إلى عدة أشياء، إذن فهي تؤول إلى قسمة مثل العقار الشائع إلى عدة أجزاء، وكل شريك يستقل بملكية جزء معين. إذا القسمة العينية تؤدي إلى إنهاء حال الشيوع عن طريق قسمة الشيء عينا، إذا فيصار إلى إعداد أقسام أجزاء، كل شريك بطبيعة الحال يخرج بحصة معينة بجزء شائع بطبيعة الحال يتملكه ملكية فردية عوض الشيوع الذي كان يشترك فيه. هناك ما يسمى بقسمة تصفية، إذا فقسمة تصفية بطبيعة الحال تعني أن الشيء الشائع بطبيعة الحال يجري بيعه بطبيعة الحال، يباع لأجنبي والثمن يقسم على الشركاء. إذا فقسمة تصفية تعني أن الشيء الشائع بمجموعه يباع لأجنبي بطبيعة الحال وثمنه يقسم على الشركاء كل واحد بحسب حصته في الشيوع.
ففي بعض الحالات بطبيعة الحال لا يتصور ولا يمكن إجراء قسمة عينية. إذا فالقسمة العينية يمكن مثل الإجراء في العمارات في الأراضي الفلاحية، ولكن ليس ولا يتصور إجراءها في أموال أخرى. من ذلك مثلا الملكية الشائعة في الحمامات ومثلا في السيارات. إذا فهنا بالنسبة للملكية الشائعة تتعلق بحمام أو سيارة معينة، ليس هناك أي مجال للحديث عن القسمة العينية. إذا فهنا يصار إلى قسمة صفية. إذا فهنا يصار إلى قسمة صفية بمعنى أن الشيء يباع وثمنه يوزع على الشركاء كل بحسب حصته في الملكية. هناك كذلك القسمة النهائية وقسمة المهايئة. هناك القسمة النهائية وقسمة المهايئة. القسمة النهائية تقع على الملكية. إذا فالقسمة النهائية تقع على الملكية وتنهي حال الشيوع. إذا فالقسمة النهائية هي قسمة تقع على حق الملكية ذاته، وبالتالي تؤدي إلى إزالة حالة شيوع. من ذلك مثلا كأن يكون الشيء الشائع عبارة عن دار بطبيعة الحال مكونة من ثلاث طوابق مملوكة لثلاث أشخاص. إذا فهنا يمكن اقتسام هذه الدار بطبيعة الحال، فيخرج كل شريك إذا فيستأثر بطابق معين يملكه على انفراد. إذا فهنا تستبدل الملكية الخاصة الشائعة بالملكية الخاصة. أو لنتصور أن مثلا عقار فلاحية مملوكة لثلاث أشخاص، كل واحد يملك الثلث بطبيعة، فليس هناك مانع يمنعهم من اقتسام هذه الأرض إلى ثلاث أجزاء. إذا فكل شريك يختص بطبيعة الحال بملكية جزء معين، وبالتالي نستبدل حال الشيوع بحالة ملكية الفردية. بمعنى أن القسمة النهائية تقع على الملكية ذاتها وتقضي على الشيوع. بالنسبة لقسمة المهايئة، قسمة المهايئة تتعلق فقط باقتسام الغلة والمنافع، أما الشيء فيبقى مملوك ملكية شائعة. إذا فقسمة المهايئة تقع على استغلال الشيء، تقع على الغلة، تقع على منافع الشيء، أما الشيء ذاته فيبقى مملوكا إذا شئتم على وجه الشياع بطبيعة الحال. المهايئة هي إما مهايئة زمانية أو مهايئة مكانية. المهايئة على نوعين. إذن كما قلت قسمة المهايئة يعني أن ما يقتسم هو غلة الشيء، أما الشيء ذاته فيبقى مملوك لمجموع الملاك المشتركين. المهايئة تنقسم إلى قسمين، قسمة مهايئة مكانية وقسمة مهايئة زمانية. قسمة مهايئة مكانية يعني بطبيعة الحال أن يحدد لكل شريك بطبيعة الحال قسم من الأرض الشائعة يستغله استغلال فردي. إذن فهنا تقتسم الغلة فقط، أما الملكية تبقى شائعة. من ذلك مثلا شخصان مثلا يملكان ملكية شائعة ضيعة فلاحية، يتفقان على أن العقار الأرض تبقى مشاعة، ولكن يقتسمان الاستغلال. إذن كل واحد يستغل قطعة أرض أو قسم بطبيعة الحال مهايئة مكانية. إذن فهو ينفرد بالاستغلال، أما الملكية تبقى شائعة بطبيعة. بالنسبة للقانون السوري، أتذكر بأن القانون السوري بطبيعة الحال ذهب إلى أن المهايئة المكانية التي تستمر مدة 10 سنوات تؤول إلى قسمة نهائية. في القانون السوري بطبيعة الحال المهايئة المكانية التي تستمر أكثر من 10 سنوات، مهايئة مكانية استمرت أكثر من 10 سنوات، إذن فتنتقل إلى قسمة نهائية. إذن فكل شريك بطبيعة الحال يصبح مالكا ملكية نهائية الأرض أو قطعة الأرض التي استغلها مدة 10 سنوات. عندنا في المغرب لا يوجد نص مماثل، وبالتالي نقول أن المهايئة المكانية تبقى كذلك ولو استمرت أكثر من 10 سنوات، ما لم
يقع سبب قانوني بطبيعة الحال لإنهاء حالة الشيوع. عندنا كذلك المهايئة الزمانية. المهايئة الزمانية بموجبها يتناوب الشركاء على استغلال الشيء الشائع كل واحد مدة معينة تتناسب مع حصته في الشيوع. إذا المهايئة الزمانية يعني بأن الملكية تبقى شائعة، ولكن الملاك بطبيعة الحال يتناوبون على استغلال شيء كل واحد يستغله مدة معينة تتناسب مع حصته في الشيوع. نتصور الآن أن الشيء المشاع هو ضيعة فلاحية، ضيعة فلاحية مملوكة لشخصين بطبيعة، مملوكة لشخصين، أحدهما يملك مثلا ثلاث أرباع والآخر يملك الربع، ربع الشائع. إذن فأحد الملاك يملك الأغلبية هي ثلاثة أرباع حصص في قطعة الأرض أو العقار أو الضيعة كلها، والآخر يملك الربع الشائع، فليس هناك مانع يمنعه بطبيعة الحال من إجراء مهيئة زمانية. إذن فيستغل المالك الأول ثلاث سنوات تتناسب حصته، وينتقل العقار لاستغلال الآخر الذي يستغل سنة واحدة. إذن فهنا الشيء يبقى مملوكا ملكية شائعة، ولكن يصار إلى تقسيم الغلة في الزمان تقسيما يتناسب مع حصص كل واحد من الملاك المشاركين. شوف الشوش، الله يخليك الشوش. إذا نتوقف بضعة الوقت، نتوقف وقت معين.
المتابعة. واحدة، فكرة واحدة تتعلق بآثار القسمة، بآثار القسمة. إذا بقي عندنا فكرة واحدة أو نقطة واحدة تتعلق بآثار القسمة. فالفقه تساءل حول آثار القسمة، هل القسمة لها أثر كاشف للحق؟ هل القسمة معلنة للحق أو منشئ له؟ إذا تساءل الفقهاء هل القسمة في طبيعة الحال تنشئ الحقوق في الملكية الفردية أو أنها تكشف هذه الحقوق؟ بمعنى آخر، هل كل متقاسم يعتبر قد تملك حصته بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ شيوع، أم يعتبر قد تملك بأثر فوري منذ وقت القسمة؟ إذن فهذا هو الحديث عن آثار القسمة. إذن اختلف الفقه بخصوص آثار القسمة. هناك من يذهب إلى أن القسمة كاشفة للحق ومعلنة له، بمعنى آخر أن كل متقاسم يكون قد تملك قسمه بأثر رجعي، أي منذ تاريخ دخول في ملكية شائعة. هناك من يذهب إلى أن القسمة فقط هي منشئة للحق، بمعنى آخر أن كل متقاسم يكون قد تملك قسمه بأثر فوري، أي من تاريخ القسمة، أي من تاريخ القسمة. الموقف الذي اعتمده المشاري المغربي عندنا هو أن القسمة لها أثر معلن للحق، لها أثر كاشف للحق. إذا فالقسمة لا تنشئ الملكية الفردية، ولكن القسمة تعلن عن الحقوق، تكشف الحقوق. بمعنى آخر أن كل متقاسم يتملك قسمه، ولكن بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ الدخول في الملكية الشائعة. إذن فالقسمة لا تنشئ الحقوق، ولكن تكشفها وتعلن عنها. والحال أن كل متقاسم يكون قد تملك قسمه ملكية فردية، ولكن بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ إنشاء الملكية الشائعة، إلى تاريخ إنشاء الملكية الشائعة. بعد كل هذا، هذه مبادئ عام، ولكن هنا لا بد أن نقف بتبعل، وقفة بتبعل، ولكي نتحدث ولكي نفصل شيئا ما في حق الشفعة. إذن فهو الحق المعترف به لكل شريك على الشيوع في أن يسترد لنفسه وأن يسترجع ملكية القسم التي باعها أحد شركائه الغير مقابل دفع الثمن ومصروفات أخرى. إذن فالشفعة بطبيعة الحال فهي موضوع مهم بطبيعة الحال، موضوع قضائي. إذن فطرح الكثير من الإشكاليات على المستوى القضائي وعلى المستوى الفقهي بطبيعة الحال. إذن فأول شيء هو تعريف حق الشفعة. إذن كما قلت، حق الشفعة هو الحق المعترف به لكل شريك على الشيوع أن يسترجع الحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء للغير. أنا نعود لكم التعريف، إذا أملي التعريف إذا شفتم. حق ممنوح، الحق الممنوح للشريك على الشيوع في أن ينتزع لنفسه الحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء للغير في مقابل أن يدفع للمشتري في مقابل أن يدفع للمشتري
الثمن ومصروفات العقد، ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها في الفترة الممتدة، في الفترة الممتدة بين تاريخ شراء، بين تاريخ شراء وتاريخ استعمال، وتاريخ استعمال حق شفعة، وتاريخ استعمال حق الشفعة بطبيعة. إذن فالفقهاء فصلوا كثيراً في الحديث عن مزايا حق الشفعة، عن الهدف من حق الشفعة. فحق الشفعة بطبيعة الحال، الله يخليك، حق الشفعة الهدف منه هو الحفاظ، الله يخليك، الهدف من حق الشفعة هو الحفاظ على جو التفاهم، على جو الانسجام الذي كان يسود بين الملاك المشتركين، وتجنب تدخل أجنبي، وتجنب تملك شخص أجنبي لربما يكون مصدراً للنزاع، يحل محل ما كان سائداً من وئام ومن اتفاق بين الملاك. إذن حق الشفعة، حق الشفعة يستهدف في المقام الأول المحافظة على جو الثقة وجو التفاهم الذي يسود بين الملاك. تصوروا معي لو أن أحد الشركاء كان شخص مزعج، له أخلاق غير لائقة، إذن فهذا التملك بطبيعة الحال ربما سوف ينعكس سلبا على التفاهم الذي كان سائدا بين الملاك. إذن عندما يستعمل حق الشركاء حق الشفعة، إذن فهو يستهدف الحفاظ على جو التآخي الموجود بين الشركاء. ثانيا، حق الشفعة، استعمال حق الشفعة يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل عدد الشركاء أو إلى تبديل الملكية الشائعة بالملكية الفردية. إذن فمن مزايا حق الشفعة أنه يؤدي إلى تقليل عدد الملاك أو إلى إنهاء حالة الشيوع. فنحن نعلم أنه كلما كان عدد الملاك عددا كبيرا، كلما استعصى بطبيعة الحال، كلما تعذر أو استعصى إدارة العقار بطريقة جيدة. إذن فكلما كان عدد الملاك كبيرا، كلما كانت هناك مشاكل ونزاعات تتعلق بإدارة العقار، وكلما قل عدد الملاك كلما كان التفاهم ممكن بطبيعة الحال بين الملاك. إذن فحق الشفعة في الحقيقة له مزايا من حيث أنه يقلل عدد الملاك أو لربما يؤدي إلى إنهاء الملكية الشائعة. تصوروا معي لو أن أحد الشركاء تمكن من استعمال عدة حقوق للشفعة، إذن فشفع عمد إلى استعمال حق الشفعة في مواجهة كل الشركاء، إذن فلربما يمكن أن يجمع بين يديه كل الحصص، وبالتالي تنتهي الملكية الشائعة وتحل محلها الملكية الفردية بالطبيعة. حق الشفعة يطرح عدة إشكاليات، عدة إشكاليات على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. أولاً، نتحدث عن نطاق حق الشفعة، نطاق حق الشفعة من زاوية الأموال التي تقبل الشفعة. إذن نتساءل ما هي الأموال التي يمكن استعمال حق الشفعة بالنسبة لها، بالنسبة لها ما هو، أو هذا ما يسمى نطاق حق الشفعة من زاوية الأموال التي تقبل استعمال حق الشفعة. إذن نطاق حق الشفعة من زاوية الأموال التي تقبل تملك الشفعة يقتضي منا أن نميز بين أحكام الشفعة كما نظمها قانون التزامات العقود، وأحكام الشفعة كما هي منظمة في مدونة حقوق العينين. إذن فالأحكام كما نعلم المنظمة لحق الشفعة هي مبعثرة، إذن فبعض الأحكام واردة في قانون التزامات العقود، والبعض الآخر واردة في مدونة الحقوق العينية. قانون التزامات العقود ينظم الملكية الشائعة وحق الشفعة في المنقولات، في المنقولات بطبيعة. أما مدونة الحقوق العينية فتتحدث عن استعمال حق الشفعة في مجال العقارات محفظة كانت أو غير محفظة بطبيعة، أو غير محفظة.
بطبيعته. اولا اذا رجعنا الى الاحكام المنظمه للشفعه في قانون التزامات العقود، في قانون التزامات العقود بالنسبه لهذا القانون يمكن استعمال حق الشفعه في ملكيه المنقولات وكذلك الثمار المترتبه عن المنقولات، الثمار المترتبه عن المنقولات بطبيعه. اذا استعمال حق الشفعه بطبيعه الحال يتعلق ليس فقط بالاصل الملك بطبيعه الحال، ولكن كذلك يتعلق بطبيعه الحال بثمار الملك او بالغله بطبيعه. اذا فاذا كلمه الشيء مثل كلمه الشيء مثل منقول معين مملوك على وجه الشيوع بطبيعه الحال، اذا فاذا باع احد الشركاء حصته في هذا المنقول، الشركاء الاخرين لهم استعمال، لهم حق استعمال حق الشفعه. اذا فاذا باع احد الشركاء في منقول معين حصته الشائعه بطبيعه الحال باقي الشركاء لهم الحق ان يستعملوا حق الشفعه. كذلك نقول انه اذا باع احد الشركاء حصته في الثمار، حصته في الثمار بطبيعه الحال، اذا فهنا كذلك باقي الشركاء لهم الحق ان يستعملوا حق الشفعه، لهم الحق كذلك ان يستعملوا حق الشفعه. هنا اعتذر لكي اقول هناك مساله مهمه، هي انه بالنسبه لتنظيم العقارات غير محفظه، تنظيم العقارات غير محفظه. هذا التنظيم تنظيم ليس واضع عندنا في المغرب. بعض الاحكام وارده في قانون التزامات العقود، والبعض الاخر وارد في مدونة الحقوق العينيه، والبعض الاخر جاء به الفقه الاسلامي. اذا فالاحكام المنظمه للعقارات غير محفظه مفرقه مشتته، بعضها مضمن في التزامات العقود، والبعض الاخر مضمن في مدونة الحقوق العينيه، والبعض الاخر بطبيعه الحال هو يستنتج من الفقه الاسلامي المالكي المعمول به عندنا في المغرب. اذا فتنظيم مدونه الحقوق العينيه لحق الشفعه في العقارات غير المحفظه كان استثنائي في نقاط معينه، في نقاط معينه، بمعنى اخر ان مدونه الحقوق العينيه لم تحط بتنظيم بكل التنظيم القانوني للعقارات غير المحفظة. إذا يبقى أن المرجع في تنظيم العقارات غير المحفظة قواعده مشتتة بين التزامات العقود وبين قواعد الفقه الإسلامي، وبعضها أتت به مدونة حقوق عينية. إذا بالنسبة للشفعة نقول بأنه مبدئيا قانون التزامات العقود ينظم الملكية الشائعة في المنقولات والعقارات غير المحفظة. إذا فنطاق الشفعة في هذا الإطار واسع، إذا فهو يشمل أصل الملكية ويشمل ثمار الملكية. إذا فإذا مثلا كان الشيء المملوك ملكية شائعة عقار غير محفظ يغل ثمار، يغل ثمار مثلا قطعة أرض فلاحية، قطعة أرض فلاحية تغل ثمار. إذا فهنا إذا باع أحد الشركاء حصته في هذه الضيعة باقي الشركاء لهم الحق في استعمال حق الشفعة. كذلك إذا باع أحد الشركاء حصته في الثمار مثل في الغلة في الزرع الذي هو من نصيبه، باقي الشركاء لهم الحق في استعمال حق الشفعة. بمعنى آخر أن نطاق حق الشفعة واسع بالنسبة للأموال التي تقبل الشفعة من زاوية الالتزامات والعقود. إذا فحق الشفعة ممكن إذا تعلق الأمر بتصرف في حصة في المنقول أو العقار غير المحفظ ذاته، وممكن كذلك إذا تعلق الأمر بتوابع الحصة مثل ثمار. إذا فإذا تصرف أحد الشركاء على الشيوع في حصته في ثمار مثلا في الغلة التي تجنى في آخر محصول في آخر الموسم الفلاحي، باقي الشركاء من حقهم استعمال حق الشفعة. بالنسبة للأحكام المنظمة للشفعة في ظل مدونة الحقوق العينية، في ظل مدونة الحقوق العينية، نطاق الشفعة ضيق نسبيا من زاوية الأموال التي تقبل الشفعة. بمعنى آخر أنه لا يمكن استعمال حق الشفعة إلا في العقارات الشائعة بطبيعتها وفي الحقوق العينية القابلة للتداول. إذا من زاوية مدونة الحقوق العينية نطاق الشفعة ينحصر بطبيعة الحال في بيع حصة في ملكية
شائعة في عقار بطبيعتي أو في حق عيني قابل لتداول بحديداته. إذا نطاق الشفعة من زاوية مدونة الحقوق العينية يشمل فقط بيع حصة في ملكية عقار بالطبيعة أو في بيع حق عيني، حق عيني قابل للتداول بذاته. لكي أفسر ذلك أقول ما يأتي. فنفترض الآن أن هناك قطعة أرض ضيعة فلاحية محفظة مملوكة على وجه الشيوع، إذن فإذا باع أحد الشركاء حصته في تلك الضيعة الفلاحية ليس هناك مانع يمنع الشركاء من استعمال حق الشفعة، لكن لا يجوز لأحد الشركاء استعمال حق الشفعة، وذلك لاسترجاع الغلة. نفصل الآن أن أحد الشركاء باع حصته في الثمار، في الزرع الذي يجنى في آخر الموسم الفلاحي. إذن فهنا باقي الشركاء ليس لهم الحق في استعمال حق الشفعة. لماذا؟ لأن الزرع هو منقول بالمآل، إذن فهو الزرع أو الثمار قبل استخراجها هي منقول بالمآل، أي أننا ننظر إلى مآله، إذن سوف يقطع من الأرض ويصبح منقول، وإذا فصل عن الأرض فهو منقول بالطبيعة. ونحن نعلم أن الشفعة في ظل مدونة الحقوق العينية لا تجوز إلا إذا تعلق الأمر ببيع ملكية شائعة في عقار بطبيعته، كذلك الشأن إذا مثلا كان هذا العقار يشتمل، عقار في التخصيص. ما هي العقار في التخصيص؟ العقار في التخصيص هي منقولات في أصلها أعدت لخدمة عقار، إذن فهي منقولات في أصلها رصدت في عقار وأعدت لخدمة عقار. لذلك مثل الإعدادات الموجودة في ضيعة فلاحية كالجرارات والآلات الفلاحية وليس إلى غير ذلك. إذن فإذا كانت إذا كان المملوك على الشياع قطعة أرض فلاحية بها عقار بتخصيص، بها عقارات بتخصيص، إذن فإذا باع أحد الشركاء حصته في العقارات بالتخصيص لا يجوز بطبيعة الحال لباقي الشركاء استعمال حق الشفعة، لماذا؟ لأن العقار لا يمكن أن يفصل عن الأرض، بل يبقى تابعا للأرض بطبيعة الحال، وإذا فصل عنها إذن فيفقد هويته ويصبح منقول بالطبيعة، إذن فهكذا نقول أن الشفعة في من زاوية مدونة الحقوق العينية يمكن استعماله فقط بالنسبة لبيع حصة في ملكية عقار بطبيعته كما قلت ذلك. كذلك يمكن استعمال حق الشفعة، كذلك بالنسبة للحقوق العينية القابلة للتداول بحد ذاتها. إذن فيمكن كذلك في ظل مدونة الحقوق العينية استعمال حق الشفعة في الحقوق لاسترجاع حقوق عينية قابلة للتداول بحد ذاتها. الحقوق العينية القابلة للتداول يمكن أن تنتقل مستقلة دون إشكال. من ذلك مثلا بيع حق سطحية أو بيع حق الانتفاع أو بيع كراء طويل الأمد. إذن فهذه حقوق عينية قابلة للتداول بحد ذاتها. إذن فإذا مثلا كان حق سطحية مملوك ملكية شائعة، أحد الملاك باع حصته لأجنبي، إذن شركاؤه يمكنهم استعمال حق الشفعة. إذا كان الشيء الشائع حق انتفاع، حق الانتفاع هو حق التمتع بعقار عائد الغير، حق استعمال واستغلال عقار عائد الغير، إذن فإذا باع أحد الشركاء حصته لأجنبي الباقين لهم الحق في استعمال حق الشفعة. وقل مثل ذلك بالنسبة للكراء طويل الأمد، بطبيعة الحال الذي يمكن كذلك معه استعمال حق الشفعة. لكن حق الشفعة لا يمكن استعماله بالنسبة لبعض الحقوق العينية الغير القابلة للتداول بحد ذاتها.
إذن فإذا كان الحق العيني لا يقبل تداول بحد ذاته، إذن فإذا كان شائعا لا يمكن استعماله حق الشفعة لاسترجاع ملكيته. أعطي مثال لذلك، حق الاستعمال وحق السكنة، حق الاستعمال وحق السكنة. إذن فحق الاستعمال وحق السكنة حقان عينيان مصغران من حق الانتفاع. إذن فهما يعطيان لشخص أن يسكن في عقار أو أن يستعمل عقار هو وعائلته في حدود حاجيتهم. ما يتسم به حق الاستعمال وحق السكنة أنه حق شخصي، أنه حق شخصي، بالتالي لا يمكن لصاحبه أن يبيعه أو أن يتصرف به. وبالتالي نقول أنه إذا كان حق الاستعمال وحق السكنة حق شائع وأحد الشركاء باع حصته لأجنبي، لا يمكن بتاتا استعماله حق الشفعة لاسترجاع الملكية. إذن مجمل القول أن نطاق حق الشفعة ضيق في مدونة الحقوق العينية بالمقارنة كما قلت، كما شرحت ذلك، بتلك المقتضيات المنظمة للشفعة بطبيعة الحال في إطار قانون الالتزامات والعقود بطبيعة. ننتقل الآن إلى نطاق حق الشفعة من زاوية التصرفات التي تمكن من إجراء حق الشفعة. نتساءل ما هو نطاق، ما هو مدى حق الشفعة من زاوية التصرفات التي تجيز الأخذ بالشفعة. ما هي التصرفات التي تجيز وتمكن من الأخذ بالشفعة؟ إذن فهنا الأحكام متشابهة، الأحكام تكاد تكون متشابهة بين قانون التزامات العقود وبين مدونة الحقوق العينية. إذن فالتصرف القابل الذي يقبل استعمال حق الشفعة هو نقل ملكية حصة شائعة بمقابل. إذن فلا يمكن استعمال حق الشفعة سواء في ظل قانون التزامات العقود أو في ظل مدونة الحقوق العينية إلا إذا جرى نقل ملكية حصة شائعة لأجنبي بمقابل. لكن هناك فرق ضئيل إلى شيء، هناك فرق صغير، هناك فارق ليس بكبير بين مقتضيات قانون التزامات العقود ومدونة الحقوق العينية. بالنسبة للمقتضيات المنظمة للشفعة في ظل قانون التزامات العقود، يمكن استعمال حق الشفعة سواء تعلق الأمر ببيع ملكية شائعة أو المقايضة على ملكية شائعة. فالأحكام المنظمة لحق الشفعة في ظل قانون التزامات العقود تسمح باستعمال حق الشفعة سواء تعلق الأمر ببيع حصة شائعة لأجنبي مقابل ثمن نقدي أو تعلق الأمر بالمقايضة على حصة شائعة لأجنبي مقابل شيء عيني. إذن فحتى إذا تعلق الأمر بالمقايضة على حصة شائعة بمقابل عيني يمكن استعمال حق الشفعة في ظل الأحكام المنظمة للشفعة في قانون التزامات العقود. بالنسبة للأحكام المنظمة للشفعة في ظل مدونة الحقوق العينية، هذه المدونة تتحدث فقط عن عقد البيع، إذن فهي لا تجيز استعمال حق الشفعة إلا إذا جرى بيع حصة لأجنبي بمقابل ثمن نقدي. إذن فهنا بطبيعة الحال المشرع يكون قد أقصى المقايضات، أقصى عقود المقايضة، ومكن من استعمال الشفعة إذا تعلق الأمر بعقد بيع مقابل ثمن نقدي، مقابل ثمن نقدي. هنا نقول بأن الشفعة حق استثنائي. لاحظوا معي أن الشفعة حق استثنائي، إذن فهو يخالف، فهو يعاكس إذا شئتم حرية تداول الأموال العقارية. إذن فهو حق استثنائي، لماذا؟ لأنه يعرقل تطبيق مبدأ حرية التملك، حرية التملك. لذلك يجب تطبيق قواعده تطبيقا استثنائيا. إذن فهو حق استثنائي بطبيعة الحال، معاكس إذا شئتم لحرية تداول وتملك الأموال العقارية، وبالتالي يجب تطبيق حق الشفعة تطبيقا استثنائيا. فنقول أنه لا مجال لاستعمال حق الشفعة في ظل مدونة الحقوق العينية إلا إذا تعلق الأمر ببيع
حصة شائعة لأجنبي مقابل ثمن نقدي بطبيعة. لذلك نقول أنه لا يمكن استعمال حق الشفعة إذا تعلق الأمر بهبة حصة شائعة إلى أجنبي أو الإيصاء بها إلى أجنبي أو انتقالها عن طريق الإرث إلى أجنبي. إذن فلا يمكن لا مجال لاستعمال حق الشفعة إذا تعلق الأمر بانتقال حصة شائعة لأجنبي بدون مقابل، إما عن طريق الهبة أو عن طريق الإيصاء الوصية أو عن طريق الميراث. إذن فإذا مثلا حصل أن أحد الشركاء في الملكية الشائعة وهب حصته إلى أجنبي أو أوصى بها إلى أجنبي، الوصية من العقود التي تنفذ بعد الممات، بعد الممات. إذن فالفرق بين الهبة والوصية أن الهبة من عقود التبرع التي تنفذ حال الحياة، أما الإيصاء الوصية فعقد تبرعي ينفذ بعد الممات، أي بعد موت الموصي بطبيعة. إذن فلا يمكن استعمال حق الشفعة إذا تعلق الأمر بهبة حصة شائعة لأجنبي أو الإيصاء بها أو انتقالها عن طريق إرث. إذن فإذا حصل أن أحد الشركاء في ملكية شائعة توفي فحصته تنتقل إلى ورثته يتملكونها شرعاً. إذن فهنا لا يمكن لباقي الشركاء استعمال حق الشفعة بطبيعة. ولكن الذي يقع في الواقع هو أنه في الغالب ما يقع تواطؤ، سوف ننتهي، يقع تواطؤ بين بائع حصة ومشتريها فيتظاهران بطبيعة الحال بإبرام عقد هبة، يتظاهران بإبرام عقد هبة، والحال أن الأمر يتعلق بعقد بيع. إذن فهذا هو ما يسمى بالصورية المطلقة، بالصورية المطلقة. إذن فهناك عقد ظاهر غير مقصود، العقد الظاهر عقد هبة، ولكن العقد الحقيقي الذي يلزم المتعاقدين هو أن الأمر يتعلق بعقد بيع بمقابل نقدي. إذن فهنا الهدف هو التحايل على حقوق الشركاء، التحايل على حقوق الشركاء ومنع استعمال حق الشفعة. إذن فغالبا ما يجري أن البائع والمشتري يتواطئان على الغش بطبيعة الحال، فيظهران في الواقع أن العقد هو عقد هبة، ولكن في الحقيقة أن العقد المقصود هو عقد بيع، والحال أن البائع تسلم الثمن بطبيعة. إذن فهنا بطبيعة الحال العبرة بالعقد الحقيقي. إذن فالغير، الغير هنا هم من بين بطبيعة الحال أصحاب حق الشفعة، باقي الشركاء. إذن فهم الغير بطبيعة الحال من حقهم أن يثبتوا للمحكمة العقد الحقيقي بكل وسائل إثبات، بكل وسائل، بمعنى آخر أن صاحب الشفعة من حقه أن يدعي للمحكمة وأن يطلب أن تعترف له المحكمة باستعمال حق الشفعة، وأن يثبت لها بكل وسائل كون العقد الذي أبرم بين بائع والمشتري هو في الحقيقة عقد بيع وليس عقد هبة، وليس عقد هبة بطبيعة. تبارك